شاهدين دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان المباريات اللي هتتلعب في الجوله الثانيه من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، ده غير كمان مباراه ام بي والاهلي في نصف نهائي لبطوله كاس مصر. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيزور مصر وفد من 13 شركة هندية لبحث فرص الاستثمار وتوسيع خطوط إنتاجها ومنح وكالتها لشركات مصرية. وبتعمل الشركات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات واللوجستيات والتدريب المهني والتعليم والمعدات والجرارات الزراعية. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة بروسيا دورتموند الألماني مع إي سي ميلان الإيطالي في تمام الساعة 10 ليلاً. في نفس التوقيت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ومباراة لايبزيج الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، حيث يلتقي الأهلي مع إم بي في تمام الساعة 7 ليلاً.